بعد أن قمنا في المرة السابقة باستعراض خيانة بني قريظة والمصير الذي حل بهم استنادا لما ورد في القرآن الكريم عن تلك القضية، سنستعرض الآن مصير بني قريظة وبعض تفاصيل تلك القضية من إحدى الروايات التاريخية المشهورة والمتداولة المعروفة برواية ابن إسحاق المؤرخ المشهور، وسنقوم بالرد عليها استنادا للنص القرآني الواضح وللمنطق والروايات الموثوقة. شبهة أن كل رجال بني قريظة قد قتلوا. قيل أن كل ذكر بالغ من بني قريظة قد قتل، سواء قاتل أو لم يقاتل، وسواء كان شاباً محارباً أو شيخاً كبيراً أو فتى صغيراً ولو في أوائل البلوغ. قال المؤرخ المشهور ابن إسحاق: وكان رسول الله قد أمر بقتل من أنبت منهم. وهذا ما يخالف البيان القرآني الواضح، حيث أكدت الآية الكريمة على وجود جماعة منهم قد قتلت وجماعة أخرى قد أسرت. بسم الله الرحمن الرحيم. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. واضح أن القرآن يشير إلى هذه الحقيقة، أنه ليس كل من كان في حصن بني قريظة قتل. ويؤيد ذلك ما ذكره بعض المؤرخين أمثال ابن الجوزي الذي نقل أنه قتل منهم كل من حزب على النبي فقط، والذين حزبوا هم بحسب العادة رؤوس القوم وذوي الرأي والبأس فيهم وليس كل الرجال. وتبنى هذا الرأي بعض العلماء المعاصرين الذين يروون أن من تم إعدامهم هم قادة بني قريظة بوصفهم مجرمي حرب، وذهب البعض إلى القول بأن الذي قتل منهم هم المقاتلون فقط. لما نرجع للمصادر التاريخية، المصادر القديمة الأصلية، يوجد هذا التعبير أن النبي صلى الله عليه وآله قتل منهم ماذا؟ مقاتلتهم، يعني الأشخاص الذين شاركوا في القتال. إضافة إلى أن قتل الشيوخ والعجزة والفتية الصغار الذين لم يشاركوا في الخيانة يعد ظلما ومنافيا لقاعدة العدل القرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويعد أيضاً منافياً لإخلاقيات النبي صلى الله عليه وآله التي عرف بها، وهو المشهور بالعفو عند المقدرة والصفح عمن أساء وظلم. شبهة أن عدد المقتولين من بني قريظة قد بلغ المئات. يقول ابن إسحاق أنه بعد استسلام يهود بني قريظة أخذوا وحبسوا في دار بنت الحارث، وهي امرأة من بني النجار. ويقول أيضاً أن عدد القتلى بلغ 600 أو 700. وهذه الرواية تشهد أن عدد المقتولين لم يصل إلى المئات كما قيل. نص أنهم باتوا في دار فلان، ذكر اسم واحد من الصحابة. معقولة 900 شخص؟ مو 900، 900 ذكر، غير ذكر بالغ غير النساء والأطفال، يجعلون في دار واحدة. ومو دور هذا الزمن، دور ذلك الزمن، مو معقول. يقولون قتلناهم وحفرنا لهم خندقا في السوق، هو سوق المدينة ذاك اليوم مش كبره، هريه مش كبرها اللي يحفرون خندق يدفنون بيه 900. هو سوق المدينة عبارة عن 7-8 دكاكين، 10 دكاكين، وسوق ضيق، فكيف يحفرون في خندق يدفنون فيه 900؟ أقدم مصدر ذكر عدد القتلى كم؟ 40 شخص فقط 40 الذين قتلوا من بني قريظة، 40. كتاب الأموال لابن زنجويه.
إذن استناداً إلى البيان القرآني الواضح واستناداً إلى المنطق وإلى الروايات التاريخية الموثوقة، وصلنا إلى خلاصة مفادها أن الذين قتلوا من بني قريظة هم مجموعة منهم فقط. قال عنهم بعض المؤرخين أنهم الذين حزبوا على النبي، وأن عددهم لم يتخطى 40 كما أشارت إحدى أقدم الروايات. وهذا ما أشارت لخلافه رواية ابن إسحاق التاريخية، وطبيعي أن البيان القرآني أدق وأصدق، وأننا لن نأخذ بخلاف ما ورد فيه.